الله 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 ما فين عواد؟ عواد بيتي عواد فين ابويا؟ ايوه يا سيدي، هي دي البت زوب ومعاها الولا شاوي ابن عمدة البراري، لايف عليها وداير وراها من هنا لهنا، عايز قال ايه يتجوزها. وهتسيبها تروح منك؟ تروح مني ده ايه؟ ده بعيد عن شنبك وشنب ولا عوافي بدي عوافي الحاج يا شوقي البت بينها ده. ما تخافيش يا زوبي ما تخافيش هنلاقيها. طب دور يا اخويا انت من هنا وانا ادور من هنا. عوافي رحت فين يا دي البت يا قلبي يا هاني؟ زوب عزيز. ايوه عزيز، عزيز اللي فضلت عليه عيل صغير. ايه عايزه ايه؟ عايزك يا زوب، عايزك مش ممكن هخليك تروحي له ابدا. اوعى كده اوعى كده سيبني كده. ده انا هتجوزك يا بيت. اي هتجوزه هو غصب عن عينك وعين ابوك كمان. اوعى لو اديك في 60 ده. وانا يا بيت انا اللي بعت الاراضين الارض عشان اتجوزك يا بيت. ده انا بحبك يا بيت، بحبك يا بيت، بحبك يا بيت. بيت ما تصوت ده بيت، الله يخرب بيت. لا 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 بلاش الصوت، بلاش الصوت يا سيما الله يخرب بيتي. زوبا اختي ردي عليا، انت زعلانه مني عشان سبتك؟ خلاص حقك عليا. زوبا زوبا بعد هالك يا عواف يا بنتي. نعم يا ام. حطمي عينيكي شارده كده ومشدوده لبعيد لبعيد قوي يا ام، حاسه زي ما تكون لسه حاصله امبارح. صوت زوبه اختي لسه بيرن في وداني. خلاص يا بنتي الله يرحمها، الحكايه فات عليها سنين وسنين، ربنا ينتقم منه. من مين فيهم يما؟ من عمدة ولا شيخ الغفر ولا رجالة الكفر؟ ده حتى عم بيومي البقال عارفينه واستعر يقف جنبنا، كلهم شهدوا ضدها، محدش حط كلمة واحدة كويسة في حقها.
قالوا وسمعتنا بقت في المحل وكله كذب وافترى عليها وضاعت اختي قتلوها المجرمين وفي الاخر اتقيدت ضد مجهول يوميها كنت لسه صغيره حلفت اني لازم انتقم وهنتقم يا بنتي حبيبتي هتنتقمي من مين ولا من مين منهم كلهم ياما من كل اللي شهدوا ضدها وخلوا دمها يروح خطر لطخوا سمعتها واسمنا في الوحل طب يلا كفاياكي سواد يا بنتي بص لنفسك ولشبابك والسواد هيرجعها ما خلاص اللي بيروح ما بيرجعش اختفي رجلك وهات لنا حتتين صابون من عند عمك بيوم البقال يلا يا عوافي حاضر يلا يا ترى تكون وصلت يا حسنين من مصر في القطر ده يا رب تكون نجحت بقى شوفي يا اخت البيت زي ما تكون عينها تتدب فيها رصاص عامله زي الغوازي انت واخده بالك دي لونت شغل الجلسه الكاف هتقبلوا عليها كده ليه؟ يا اخي تتنيل وتعمل خطر لشبت ابوها اللي بالقدر على فمها الله يرحم اختها بقى يا اختي زي ما كل رجاله الكفر سحرانهم ده حتى الراجل الطيب عم بيوم البقال هيتلحس عليها جوزي قطع لسان اللي تقول كده تنكر ان البت حلوه حلوه ما انا يا اختي في شبابي كنت زي النجفه المنوره عم بيومي حي استغفر ربك يا ابن ادم يا ابن ادم يا ابن حواء وادم واعمل حساب لاخرتك حي عم بيومي حوافي واني بقول الدكانة منورة ليه النهاردة منورة وصاحبها يا راجل يا طيب اتفضلي حيات مقام سيدة ابو خطوة لا تتفضلي لا انا اصلي مستعجلة انا بس كنت جاي عايزة حتتين صابون غسيل حتتين صابون بس طب قولي صندوق بحاله هاتي يا صندوق صابون من عندك يا واد داني والصابون والدكانة كلها تحت امرك يا عوافي ده كتير قوي يا عم بيوم خدتني يا عم بيوم يقطعني حياة ما أبسل أبو خطوة ما كان قصدي خطك تفضل دير أنت تعمل إيه يا عم بيوم شوية حاجات كده لوازم للبيت الناس بتقف طوابير عليها من الجمعية بس بتجيلي مخصوص وده بقى قرص حلاوة طحينية يستاهل بقك الحلو ده طب بس هقول لأمي إيه تقول لأمك إيه قولي لها قولي لها النبي ابن الهدية حياة ما امسنا ابو خطوة ما تكسفيه بس انا اصلي معيش يعني غير حتتين صابون الغسيل بس فلوس ايه يا ست عوافي داني وفلوسي والدكانة كلها تحت امر الوش الحلو ده داني حطن عمري مع السكم المرحومة اختك كان لها معاسة كبيرة عندي قوي انا شهدت قدام الحكومة وشهادة حق انها كانت من اشرف بنات الكفر كذاب ما بيعتك اللي وراك واللي قدامك وخربت بيتك يا بيومي حاجه استعرفي لا خدك بعافيه يا عم بيومي يا حفيك صوت عليك سيدي ابو خطوه خليها بيومي حاف خلاص ما رجعي ورايا يا ورا تشيل الحاجه وديها حاضر يا بيومي لا بقولك ايه انت بقى اسبقني على البيت واستناني بره انا هجيلك على طول حاضر عوافي وحشتني قوي يا عوافي حزنين عايز اختي احنا في الطريق اوعى طريق ايه بس يا عوافي انا مالي ومال الطريق بتهربي من اللي يا عوافي قولي الاول شفت النتيجه النتيجه اني بحبك
نجح يا حسن المشكلة. ما تسيبك من كلام في النتيجة دلوقتي. طب عملتها زي كل ثانية. المهم عندي انك انت جنبي. مش عارف. بقول لك ايه، ما تاخدينيش في دوك. انت كنت مستعجلة ورايحة فين؟ ليه؟ اعمل ايه بس يا حسنين؟ من عيون الناس. بيني وبينك هما معذورين. تقول ايه؟ انا لو منهم هعمل اكتر من كده. هتعمل ايه يعني؟ حاجة. حسنين عايز اختي. يا ابوي يا ابوي. ايه مالك؟ عينيك عينيك بتقتلني يا عوافي. قلت لك عيب اختيش. ليه؟ انت مش حطبتي؟ لا ابوك لسه ما وافقش، وعندك كمان لسه ما خدتش الشهاده. ما ده اللي قاطم وسط مخليني مش عارف اتكلم. بس انا هعرف افتح مع ابوك. طب ابوك شايفهم بيه؟ مين اللي هيجيب له سير؟ يا ريت ابويا يوافق على كده. هيوافق؟ ابوك في البيت دلوقتي؟ لا، لو عايز تروح له روح له على ابو التحقيق. اروح له على ابو التحقيق؟ بس انت مستعجله ليه؟ انا لازم امشي دلوقتي. عوافي بحبك قوي. ما قلتليش يعني هشوفك امتى؟ هشوفك امتى يا عوافي؟ لما تقرا الفاتحه ونلبس الدبلتين وانتك بقى. الله يعافيك. هنقرا الفاتحه ونلبس الدبلتين. كنت فين يا بيت؟ كل ده عشان حتتين صابون. جرى ايه يما؟ المشوار بعيد. وايه اللي انت جايباه ده؟ ده عم بيومي البقال بعت لنا شويه الحاجات دي. وايه المناسبه؟ ايه؟ يمكن بابا جاب بيا يما وانا مش عارف. وماله يا عوافي؟ ده راجل غني ودفيان. خلينا نعدي من كبر الفقر ده. اهو ده اللي كان ناقص. ما بقاش الا الراجل الشايب ده كمان. طب وخدتهم منه ليه؟ احسن من عينيه. انا لازم ادفعهم دم قلبهم. يا بنتي ما تلعبيش بالنار، خلينا عايشين جنب الحيطه. ده ابوك كبر مش عارفه اعمل ايه لو حصل له حاجه. بعد الشر عليه يما، واللي ما قدرش يعمله ابويا انا اللي هعمله. يا بنتي ده انا قلبي عليك. نفسي افرح بيك يا عواف. حسنين يما. وماله سي حسنين دراخ؟ هيجي يقابل ابويا. خير؟ الله، جرى ايه يما؟ ما انت عارفه. جرى ايه يا بنتي عواف؟ حد يسيب بيوم البقال الغني دي؟ يما ده عدى ابويا ومتجوز. طب ومال؟ انا يوم ما اتجوزت ابوكي كان على ذمته ثلاثه، تنتني وراه لحد ما طلقهم. والنبي يما انت فايقه. ايوه يا اختي، خليكي كده لما تقع على بوزك زي امك. ابوكي عشمني بالحلق وقال لي هعيشك في قصر. وادي حنه حنه. كل حي بياخد نصيبه يما. تقصدي ايه يا بنت عواف؟ يعني ما تستاهلش ايه؟ انت تستاهلي يما الحرير والالمازار. طب اديك قلتي اهو. يا بنتي يا بنتي، نفسي اللي اتحرمت منه تتهني فيه انت. وحياه سيدي ابو خاطر، حسن انت راجل ولا كل الرجال. وانا كمان بحبه يما. ابقوا كلوا واشربوا الحب اللي بتقولي عليه. يا بنت اللي معاه يساوي، واللي ما معاهوش بينطحن زي الذره ما بتطحن في قبور الطحين. ياما مع ابوه غني ومبسوطين. ايوه بس لسه بيصرف عليه، ويوم ما يفكر يجوزه قدامه الناس الأغنية. اساليني انا عن ابوه شيخهم بيه. واني مالي ومال ابوه؟ اني هتجوزه هو، وهو اذا كان عليه نفسه ومنى عينه الشمل يلمنها. يعني هاني نفسي يا عمي واقول مبروك. مبروك يا ابني وقاتل. احنا لسه هنكمل كلامي. تعال نشرب الشاي الاول. تعال اتفضل يا عم اتفضل. ماشي يا حسنين يا ابني، على ما تشرب الشاي اكون خلصت الغلابه دول. على راحتك يا عم، تحب اجي اساعدك؟ ايه ابني شيخون بيه هيجي يساعدني برضه، دي شغلتي من 35 سنه. بس شغلانه تشرف. الله يخليك. استني يا ولية، المكنه وقفت. اه وقفت وقفت، مبسوطه منك ليها؟ اه المكنه وقفت، لا انت ولا هي هتمشي. استنوا اهملوا بقى لغايه ما اشوف المكنه جرى لها ايه. والشاي يا عم؟
انا جاي لك يا ابني، بس شوف المكنه وجاي لك على طول. اتفضل. الهي يوقف لك ولاد الحلال يا حسنين يا ابني، تعبتك معايا. تعبك راح يا خالتي، ان شاء الله سليم. اني عارفه عوافي راحت فين؟ انشقت الارض وبلعتها. تلاقيها جت بعد ما رحت انا اجيبك. يا رب يا ابني يا رب، استرها يا رب. الحلال. لا يا ام، مش فاهمة قصدك. مش وقت الكلام في الموضوع ده يا ام، احنا في ايه ولا في ايه؟ نمتي وانتي زعلانه يا بنتي. هو اللي احنا فيه ده شويه يما. ما تزعليش يا عوافي يا بنتي،
كلها يومين ثلاثة وهرجع الطحونة تاني. لا يا عم، أنا لا يمكن أسيبك تشتغل وأنت كده. وناكل منين يا عوافي؟ أنا لا يمكن أسيب أبوي يرجع يشتغل وهو كده أبدا. أستغفر الله العظيم، أنا لو كنت خلفت حتة عيل كان شال عني. إيه؟ وأني رحت فين يا عم؟ يا بنتي، أنت مهما كان مسيرك لبيت جوزك. ربنا يرزقها بابن الحلال اللي يفك كربنا ويخلينا نقب على وش الدنيا. موجود ابن الحلال موجود يا ودان، وطلب ايدها مني يوم الحادثه المشؤوم. هو مين ده؟ حسنان ابن شيخوه. قطيعه بلا نيله، ده يوم دخلته عليك واللي جرى جرى. احنا عايزين للبت راجل يعرف قيمتها. انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي يام، ويوم هقول يا جواز هتجوز الراجل اللي انا عايزاه. ادي الشيش ولياك اتحبست يا جميل. بقول لك ايه، بعد اذنك 5 دقايق هروح مشوار وارجع. رايح فين يا حسنين يا فندم؟ ما انت قاعد معانا حسن. مشوار صغير كده وراجع على طول. رايح ورا عوافي؟ بقول لك ايه، ما تجيبش سيره عوافي على لسانك، فاهم؟ الله 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 الله، شيل ايدك شيل، شيل اقطعها لك شيل. انا عامل خاطر بس لابوك هيكون بيه، لا احنا اكتفي من خيره. يبقى تتكلم على قدك. ها بقول لك ايه، ان ما كنتش اجيب لك مناخيرها الارض البت عوافي دي ما بقاش انا عزيز. يبقى اخر في يوم في عمرك هقتلك يا عزيز، فاهم؟ شاهدين سامعين؟ بيهددني، عايز يقتلني. طب يا حسنين يا فندم. طب يا اخويا افتري، يا اخويا افتري. الطاحونه هتشتغل زي ما كان. ابويا الرئيس عبد المتعال بعافيه شويه، بس اني هقف بداله واعتبره موجود بالظبط. عنك انت يا عوافي. اتفضلي. بالراحه بنظام. كفايه اللي حصل انت وهي، يلا كده طابور. اليوم طويل. اللي بيستدعيكي فيها كده ليه؟ هو انا بنطعم ببلاش؟ اسكتي لا تسمعي. انا اتفضل لما اخرنا وجايبنا الورق. انت جايبه الكلام ده منين؟ من التلفزيون يا حبيبتي. عهد بيني وبينكو، يوم ما امسك العمودية السنة دي هخلي قريتنا دي قرية نموذجية. ما تقول لهم يا شيخون به يعني ايه قرية نموذجية دي. يعني يا جماعة كاملة من مجاميعه. اتفضل يا سعادة البيه. ايه ده يا ولد، مش هتعلم الاصول؟ قدم الشاي للضيوف الاول. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. كل لك ذوق يا شيخون به. الهي ربنا يخليك يا سعادة البيه ويجعلك ذخرا ونصيرا للفلاحين. يا رب. عزيز بلغني انه عندكم شكوى عايزين تقولوها لي. خلاص بقى يا سعادة البيه. ملوش لازمة يا سعادة البيه. لا، لازم اعيش جواكم ومعاكم. اي شكوى او مظلمه لازم اعرفها عشان احلها لكم. في الحقيقه يا سعاده البيه، هم جايين يشتكوا لسعادتك قبل الفاس ما تقع في الراس. ايه يا عزيز اتكلم. حسنان بيه ابن سعادتك داير ورا البت بنت عبد المتعالي الطحونجي، والناس في الجهه كلتها بيقولوا ما يصحش كده، عيب. حسنين ابني ده انا مربيه احسن تربيه، ده هيبقى دكتور قد الدنيا، ازاي يعمل حاجه زي دي؟ يا سعادة البيه، هي اللي مميلة دماغه ولفاه، ده هي اللي بتجري وراه. ده بنت ملعبة يا سعادة البيه. حسنين بيه ابن اصول. الا حسنين بيه دي، ده راجل مؤدب وشاه. سعادة البيه لازم توقف البت دي عند حدها. ايوه الا سيرتها بقت على كل لسان. يا جماعة اسمعوني، اذا كان ابني هو اللي بيجري وراها انا قادر اوقفه عند حده. ولازم تفهموا حاجة مهمة جدا، انا لا يمكن اسمع ان البنت دي تضحك على ابني. ولد يا نوح، نوح. نعم يا سعاده البيه. انت سيدك حسنين بسرعه، ده خرج من بدري يا بيه. انا عارف هو فين يا سعاده البيه. ما تنطق فين؟ في وابور الطحين يا بيه.
مع البت عوافي كده. انا هطربع وابور الطحين عليهم وعلى دماغتهم. وراي انت وهو. ايوه بيه. عن اذنكم يا رجاله. اتفضل. خد يا عواف، خد الله يعافيك. يا لهوي يقطعني. الناس لو شافوك كده هيقولوا ايه؟ انا ما يهمنيش كلام الناس. طب نزلت. بتهربي مني ليه يا عوافي؟ أنا خايفة. خايفة مني؟ من كلام الناس. ما قلتلك مالكيش دعوة بالناس. خليكي معايا. عزلنا! إيه اللي بتعمله ده؟ عايز تمرمع راسنا في الواحد؟ ما بقاش إلا الأشكال دي اللي تعرفها؟ يا بابا دي مش أشكال. دي عوافي بنت الحاج عبد المتعال، وبعد إذنك أنا ناوي أخطبها. خلاص يا كلب! فوتوا ده يا ابو عبد الصغير. وانت يا بنت عبد المتعال ابعدي عن الولد. انا عارفكم كويس، عارف تاريخ ابوك وامك. ارجوك يا بيه كفايه، ما تدلش السيره تعدي على لسانك. انت هات بقى وقفي سيادي كمان. لا يا سعاده البيه، احنا ناس غلابه بنشقى عشان ناكل لقمتنا، واذا كان على بابور الطحين ابويا ماجره منك وبيدفع لك الايجار زيه زي اي حد. بابور الطحين ده انا هقفله، ورجلك ورجل ابوكي ما تعتبش هنا، فاهمة؟ ابويا رجله راحت خلاص يا بيه، اكلها وابور الطحين بتاعك. اشتغل وتعب وشقي وضيع عمره في خدمتك، ويومه قال لك اخد وابور الطحين اكل منه لقمه عيش، ما رحمتش شبته واخدت ايجاره. ما كنتش فاتحها ملجا يا بنت. ونسيت العشره اللي بينك وبينه؟ نسيت خدمته ليك؟ نسيت انه ياما وقف جنبك؟ نسيت كل حاجه يا بيه؟ اسمعي يا بنت، انت تبعدي عن ابني خالص احسن قسما عظما. اقطع رجلك انت ورجل ابوكي من البلد دي كلها، فاهمه؟ تعالوا انت تقفل من النهارده. امرك يا بيه. ربنا على المفتاح. انت مستني ايه يا راجل؟ ما تعقلها بكلمتين قبل الزمان ما يفلت من ايدينك. بلا شريها وحسنين ما يتعيبش وبيحبها وطلب ايدها مني. هناكل ونشرب احنا حب. انا عايز لها واحد مريش، واحد مريش يعرف قيمتها ونعدي من كبر الفقر اللي احنا فيه ده. هي معزه عم بيعها في سوق التلات، والبيت تعالى وعارفه مصلحتها كويس. احنا مش قد ابو حسنين ورجالك. شيخون شيخون طول عمره زي اخوي، وانا مش مصدق ابدا خناقته مع عوافي في الوابور. هي البت بنتك مهولها حبتين، تعمل من حبه قبه. انا مش كدابه يابا. يا بنتي انا ما اقولش عليكي كدابه، انا بس بقول يعني ان الراجل زي ابوكي. يابا انت لسه مصدق ان شيخون زي اخوك؟ ده حددني وقال انه هيقفل وابور الطحين. مش ممكن يعمل كده ابدا، لانه عارف ان الوابور ده مصدر رزقي، وانا صحتي دلوقتي ما ساعدنيش على الفلاح. اذا كان هو ورجالته مستقوين في البلد، انا بقى اللي هقف قصادهم. لا انت مالكيش دعوه بيه خالص، انا اللي هروح واقابله. لا يابا، انا لا يمكن اسيبك تقابله ابدا، ده راجل شران. يا ارض احفظي معاليكي، البولت الطازه بيصب على الحلوين. نهارك فل يا عم مونج. ما دام اصطبحنا بالوش السمح دي نهارنا هيبقى زي الفل يا بلطية. انت بقول لك ايه، انا عندي شروه سمك على قراميط على شبار، انما ايه يستاهلوا بقي. طب اني هوصل لحد عم بيومي البقال اشتري منه شويه حاجات لهم، واني راجعه باخدهم. انا هرمي الشبك على وشك الحلو يا ست عوافي، وان شاء الله وش هيبقى حلو عليك، وان شاء الله الشوية اللي هيطلعوا هيكونوا من نصيبك، هديه من عمك مونجي. خلاص هيبقوا مقبولين منك والله، ماني كسفاه، وهوديهم لغايه البيت بنفسي. تشكر يا عم مونجي. شايف الحلاوه؟ البت مستويه قوي. ما هو ده اللي خلى الواد حصلله مش هيخون يقع على بوزه. بيحبها؟ ايه ده مضاد ابوه عشانها. وفكرك ابوها يسكت؟ دي البت تتاكل اكل. جرى يا ابو شعبان، ده قد ولادك يا راجل. عم بيوم، عم بيوم يا بقال. يا
عيون عم بيومي. انت مشغول ولا حاجة؟ اجي لك وقت تاني؟ وده معقولة اسيبك تمشي كده من غير ما اشوف طلباتك؟ انا اصلي كنت عايز اخد رأيك يعني في موضوع كده. اتفضل اتفضل استريحي جوه، جوه اروق وانضف من هنا. يا دي النور يا دي النور، الدكان نورت. اتفضلي استريحي اتفضلي. اتفضلي يا ست عوافي، حلي بقك الحلو ده. تشكر يا عم بيوم. بأني كنت ضايع يعني قصدك في خدمتي. أني خدامك، أنت تقولي وأنا نفذ. أنت عارف طبعا اللي عمله شيخون بيه. أيوه علمت بيه. أني بقى عايزاك تكلمه، تتوسط له يعني يسلمنا وجوره الطحين. أنت عارف ده رزقنا اللي بناكل منه عيش. عارف، علشان كده أنا قصدي تسيبك منه ومن الوابور بتاعه. قصدك إيه؟ أنت حرماني من عندهم، مش مهنياني على لهم، وما أمسيه أبو خطوة. ما بنامش ساعة واحدة بالليل وبفكر فيك. الله، جرى لك ايه يا عم بيوم؟ مجنون فيك وعايزة تتجوزي. وبيتك يا راجل هطلقها. انت كمان ده انا اللي نادت بتاعت ضغط القدر. يا ساعتك يا بيوم. يا بني عم بيومي يا ولد اسود ومهابل. وليه؟ يا اللي بتعمله ده يا راجل. انت وليه؟ يا عمي فاهمة غلط؟ عايزة تختفي معايا مني؟ طلع عايزك يا اوعى يا حي حي اصبر على حبيبك يا رب. مش كفايه؟ مش كفايه الغم والمشاكل اللي انا فيهم؟ والنبي ما تزعل مني يا حسنين. انا مش منبه عليك، ما تقعديش دكانة الراجل اللي اسمه بيومي دي وما تعتبهاش، ده راجل بصباص وسبته زي الزفت في الكفر. ولي مالي وماله؟ انا رحت اسوق شويه حاجات لامي منه، لقيت مراته كده هجم علينا زي الغراب. وايه اللي دخلك جوه الدكان؟ ما هو الراجل عزم عليا بحاجه ساعه فقلت اصرفها وارميه الدليل. انت عارف ما تعرف اهل الكبر وكلامهم، ما بيسيبوش حد في حاله. ما انا خايف من كلام الناس يا عوافي. النبي ما تخاف علي يا حسنين. نفسي يا عوافي تسمعي كلامي وما تخرجيش بره البيت. هو اني بخرج الا عشان اقابلك؟ طب انا قلبي بينخلع ساعة ما بشوفك. امتى بقى؟ امتى خلص كلية الطب اللي مش عايزة تسيبني ومكلبشة فيا دي؟ امتى؟ ونتجوز يا حسنين؟ ده يوم المنى يا عوافي. برضه ان كل سنة تقول لي نفسي احط اسمك ويا نجحي. مالك بتضحك ليه؟ احلى حاجة فيكي كلامك اللي زي العسل وخفة دمك اللي ما حصلتش دي. لا يجبر بخاطر عم خفة دمي وبس. وش فايدك؟ كلك على بعض فهمتني يا عمري. حسنين اكتشي بقى عايز. بحبك قوي يا عمري. انت بتطلب المستحيل. انا مش عايز اسمع الكلام الفارغ ده تاني ابدا. ليه يا سعادة الليل؟ الواد والبنت راكبين بعض، يبقى خلاص قول لي مبروك ومبارك لهم ونكتب الكتاب. يوهو ده هيقولها تاني. تاني وتالت يا شيخون بيه. طب بذمتك واني راضي ذمتك انت؟ احنا مش كنا متفقين عوافي الحسنين وحسن العوافي؟ ده كان زمان، دلوقتي الحال اتغير. ايوه عندك حق يا سعادة البيه. كنا اياميها انا وانت لسه مزارعين وجاريه، لكن كنا اخوات يا شيخون. فاكر؟ لكن انت دلوقتي ربنا اداك وبقيت شيخون بيه وشغلتك عندي ولا نسيت؟ لا 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 ما نسيتش يا شيخون. لا انا اصلا فضلت زي ماني، انا حتى بقيت اوحش. انت عايز يا شيخون. انت اتخبلت يا راجل؟ ازاي تطلب طلب زي ده؟ ابني انا؟ ابن الحسب والنسب؟ اتجوز بنتك انت؟ طب ازاي؟ تيجي ازاي؟ لا ما تجيش، ما تجيش يا سعادة البيه. لا ربنا يديك كمان وكمان لاجل ما تفتري كمان وكمان.
رب يا رب يا منتقم يا ربار عزيز. ايوه يا سعد البيت، انت فين يا عزيز؟ يا سعد البيت، ما قلت لك نطريها ونخلص منها احسن. لا بلاش تقلب المواجع علينا، مش وقته. بحبك حسنين. متركبني الزنوب. الزنوب ايه يا عوافي؟ انا بحبك قوي. امتى بقى؟ امتى يجي اليوم اللي نتلم فيه انا وانتي في دار واحده وتبقي مراتي؟ ده يوم المنى يا عوافي. يا ريت يا حسنين، يا ريت. بس ابوك، ابوك يا حسنين احنا مش قده. انا مش صغير يا عوافي، ولازم لازم اخليه يوافق. أني لو وزعت الحب اللي في قلبي ليك يا حسنين على الدنيا كلها مش هتكفيه. الكلام ده من قلبك يا عوافي. ربنا اللي شاهد. أني بحبك قد إيه؟ بس أنا بحبك أكتر أكتر حسنين. أني لازم أرجع قبل الشمس ما تغطس. هترجعي قبل ما تغطس يا عوافي. حسنين أني لازم أمشي دلوقتي. بحبك يا عوافي. عوافي ما تقلقيش، صدقيني هتجوزك يا عوافي. يا ريت يا حسنين، ربنا يسترها معاك ويستر علي. ما تخافيش يا عوافي. عوافي خارج معاها. انا هتجوزها. انت هتتجوز بنت خالك بعد ما تتخرج على طول. لكن انا بحب عوافي. انا ابوك عارف مصلحتك كويس. البنت دي مش من توبك. مع احترامي لراي حضرتك، النهارده مفيش فرق بين غني وفقير، كلنا ولاد حواء وادم. وحضرتك قلت لي اننا كنا في يوم من الايام فقراء وتعبت وشقيت وعملت فلوس. قصد حضرتك وجمعت فلوس. تقصد ايه يا ولد؟ كلنا عارفين حضرتك جمعت فلوسك ازاي، من عرق الفلاحين الغلابه وشقاهم. كنت بشغلهم عندي، بديهم اجرتهم، فاتح بيوتهم واراضيهم. محتاجين وبيرنوها عندي وتاخدها بعد كده. لا، كنت بديهم تمنها برضاهم وبالحلال وتتضم لأراضيك. ليه يا ابني كده؟ ليه؟ مش أحسن ما ياخدها الغريب؟ وطحنت غلابة كتير، حرام. محدش جبرهم. اوعى تقول على ابوك كده تاني. أنا عايزك تبقى راجل قوي، تعيش زي ما عاش أبوك. أنا من يوم ما ماتت المرحومة والدتك ما بصيتش لجنس واحدة. حرمت نفسي من حاجات كتير، سهرت وتعبت وربيتك وجمعت الفلوس دي كلها علشانك، علشان ما تشوفش الأيام السودة اللي شافها أبوك. يا ابني البني ادم من غير قرش ما يسويش قرش. صدقني يا حبيبي. سامحني
انا اسف ما قصدتش اي حاجه. عمر الدم ما يبقى ميه، وانت دمي ولحمي، لازم تاخد الشهاده الكبيره، لازم تبقى دكتور كبير، لازم افتخر بيك دايما دايما يا حسن دايما. هتبقى جبان لو اتجوزتها، البنت اللي تسلم نفسها لواحد من السهل بعد كده تبقى لغيره. يبقى كلام الناس صحيح. لا لا مش ممكن. عوافي بتحبني؟ عوافي بتحب الفلوس، ابعد عنها وبص لنفسك ومستقبلك. لو اتجوزتها ابوك هيطردك ويحرمك انك تكمل تعليمك، وهتبقى ولا حاجة. خلي بالك من نفسك تاني، ها؟ خالك ولاد خالك مستنيينك، إن شاء الله هترجع لنا بالشهادة الكبيرة، أنا واثق. بإذن الله يا بابا. طب بعد إذنك. مع السلامة يا دكتور. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامة. بعدها لك يا عوافي يا بنت، حتى انك مسهمه كده وشايله الهام من امتى؟ ده انت على ده الحال بقالك اكتر من اسبوع. سيبيني في حالي يا ام. والله ما هسيبك الا لما اعرف. ايه اللي مدبلك كده يا بنت؟ ده انت كنت زي الورده المفتاحه. يا ام انا اللي فيا مكفيني، سيبيني في حالي بقى. انت بتصرخي في امك يا بنت؟ يا بنت ايه اللي حصلك يا بنت؟ انطقي، جرالك ايه يا بنت؟ حسنين يا ماما. يا نصيبتي حسنين. انت يا بت مش شفت دمي؟ جرى ايه يا بت؟ انا امك، انا امك حبيبتك، اتكلمي. مفيش يا ماما مفيش، انا بس كنت بقول اصل حسنين وحشني قوي يا ماما. جاك خابط وده اللي خلاك تعيط يا بت؟ وقعت قلبي في ركبي. ما تخافيش على بنتك ياما، اني بس كان صعبان عليا انه سافر من غير حتى ما يودعني. بكره ياما يرجع لك دكتور قد الدنيا ويخطبك وتتجوزه وافرح بيك وبولادك وبولاد ولادك. يا ريت ياما. ولا ابو حميد طه المردي؟ ايوه العشماوي. عمار. نعمين يا ست عواف. ما لقيتش جواب ليا عندك؟
مستنيه جواب من حد. ايوه دور كويس. الله يخليك. مفيش شيء. ها اتحرك يا جبان. شيء هو الوبور ماله اتنايل كده ليه؟ تبينه باظ. عملت الشاي او داد؟ ربنا يجيب العوايب سليم ويشفيك يا بنتي يا حبيبتي. يا رب. اخ يا ناف. هي البنت لسه تعبانه؟ الرعشه لسه ماسكاها مش عارفه ليه. استر عليها يا رب. تخش تطل عليها؟ حاضر حاضر. ربنا يشفيك يا بنتي ويشفي كل عيال. عوافي خدي شويه الشاي دول يا بنتي اللي بقولك دمك. مش عايزه حاجه يا ماما. حاولي لا انا عارفه ايه بس اللي صابك يا بنتي. اروح. ربنا يشفي كل مريض. البنت محسودة لازم تترقي. لازم تترقي. بسم الله عليك. لازم يتعمل لها زار يا خالتي. زار؟ ده الزار تخرجهم من جدتها على طول. حبس حبس. شوية فيتامينات يا ابوها. خير يا دكتور بس قول لي عندها ايه؟ ليه هو انت ما تعرفيش ولا ايه؟ وانا هعرف منين؟ مبروك يا ستي بنتك حامل. يا لهوي حامل. حامل حامل. ولازم تستريح تماما. خليك انت مستريح. السلام عليكم. اوعي يا Yeah.
شيخون بيه على وصول. كلمه انت وانا عبد المأمور. خد اشرب يا فرج. اسمعني، اعمل معروف كلمه يمكن يسمع كلامك، ده لي تعبان. انت عايز تقطع عيش يا عم عبدو؟ انا ما اقدرش اقول له حاجه زي كده. يعني مش بدل ما الوابور واقف حاله كده واهل الكفر بيروحوا يطحنوا في مطوبس؟ اهو شيخون بيه وصل اهو. صباح الخير. في ايه؟ صباح الخير يا شيخون بيه. ازيك يا عم تعال؟ ازاي بنتك؟ سمعت انها كانت تعبانه. والله والله يا شيخون بيه لسه بعافي حبتين. عايز حاجه؟ عايزك طيب. انا كنت جاي قصدك في معروف كده. اتكلم، انا سامعك يا راجل. وابور الطحينه يا سعاده البيه. مالك؟ بقول يعني ربنا يكرمك يا سعاده البيه ونشغله بدل قعدتي دي. يا راجل انت كبرت، وبعدين هتشتغل ازاي في الوابور وانت؟ اذا كان على رجلي يا بيه ما تحملش هم، بس انا تعبان تعبان قوي يا سعاده البيه. اعمل معروف، ابوس ايدك يا بيه. استغفر الله. لا يا راجل يا طيب، تقدر تشتغل من دلوقتي وتستلم الوابور. ربنا يخليك ويوسع رزقك يا سعاده البيه. خربت العموديه قربت. عايز همتك معايا؟ رقبتي يا سعاده البيه. اسحب يالا. رقبتي رقبتي. عشان كده سلمتني الوابور. عمر دير الكلب ما يتعدل. حتى ابويا اتبرى مني ومش عايز يبص في وشي. طب اني هريحه مني؟ شفت الوابور بابه مفتوح والواد فرج قال لي انك انت هنا. مالك حزين كده ليه يا راجل؟ شد حيلك يا راجل. الف مبروك. على ايه؟ استلامك الوابور ورضا شيخون بيه عليك. الف مبروك. اهو كله بتمن. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انتخابات العموديه قربت، وطبعا هو محتاج عدد كتير من الاصوات. يا ساتر، والراجل ده ما عملش حاجه لوجه الله ابدا. ومين اللي يام دي بيعمل حاجه ببلاش؟ ده سمك سمك بياكل بعضه يا راجل. والقوي بيطحن بيطحن ضعيف. يا راجل الدنيا لسه بخير. بيتهيالك. بنتي يا عوافي قومي بقى، ده انت نمت كتير. قومي عشان تاكلي لقم. عوافي يو يا لهوي. عاوزه تاكسي؟ انت بتكلمني يا اخويا؟ ايوه بكلمك. بقولك عاوزه تاكسي؟ انا عايزه كليه الدكاتره. عاوزه كليه الطب؟ ايه هي دي؟ تعالي بوصلك الكرسي بتاع الدكتور. مصر دي بينها كبيره واسعه قوي. ايه ده؟ انت اول مره تشوفي مصر؟ ايوه. ايه ده؟ طيب عايزه تروحي انهي كليه طب فيها بقى؟ اللي بيخرجوا منها الدكاتره. طب ما انا فاهم، يعني مصر فيها كذا كليه، انت عايزه كليه طب ايه؟
بعدين بقى انت هتلوعني ليه؟ يا ستي مش بلاوع، فعلا مصر فيها كليات طب كتيرة جدا، عايزة كلية طب ايه فيهم؟ تجي الحص عليك يا عوافي، والله ماني عارفة. والله ماني عارفة؟ طب شوفينك حد غيري بقى، انا مش فاضيين، يلا. ازاي عليك النبي يا حياة سيدنا الحسين ما سيبني لا يسكيني، اني غريب عن البلد. طيب خلاص، هساعدك وامري لله، اتفضل. ربنا يخليك ويسترك. اركبي. قصدها في طالب في الكليه هنا اسمه حسنين شيخون. عايزينه ليه؟ اني ايه؟ عن اخته وعايزاه. ليه؟ هو ما روحش البيت؟ لا، اصل جايبه من البلد وهو قاعد هنا في مصر. اه مغترب. لا يا اخويا طالب هنا. تعالوا له بكره الكليه ان شاء الله الصبح، هتلاقوا الطلبه كلهم موجودين. مظبوط كده، نمشي دلوقتي ونجي له بكره الصبح. السلام عليكم. مع السلامه. يلا. بقولك ايه؟ عندك حتة تباتي فيها؟ أبدا، والله ماني عارفة أروح فين. طب اسمع، ما تيجي تباتي معايا عندي وبكرة نرجع تاني. أبات عندك ده إيه؟ ما تخافيش، ده أنا متجوز، متجوز المعلمة نوسة، أشهر عالمة في شارع محمد علي. والله ماني عارفة أقول لك إيه. ما تخافيش، ركب. إلا قول لي يا أخويا، أنت اسمك إيه؟ الطلاجي. ده اسمك؟ لا دي شغلتي، اسمي سيد، سيد الطلاجي. اه عشان اسمي سيد. اهو ده بقى شارع محمد علي، اشهر شارع في قاهرة المعز. قاهرة المعز؟ يا حياة سيد ابو خطوة ماني فاهمة حاجة. دي بقى حضرتك حرق العوالم. يلا اتفضلي ازيك؟ ألف فين يا اخويا؟ ما تخافيش، ده احنا اولاد بلد ونعرف الاصول. دي المعلمه تزعل قوي. معلمه نوسه! يا معلمه نوسه! في ايه يا استاذ سيد؟ مين دي اللي معاه؟ ضيوف بس مش عايزه تطلع. ليه يا انا عادي، احنا ما بناكلش الناس. تعالي اتفضلي اتفضلي. معلمه نوسه بتكلمك، كلميها عيب. لا مؤاخذه يا استنوسه، اصلي ما كنتش فاهمه كده يا اختي. الله، احنا هنتكلم بعض بلاسلكي ولا ايه؟ تعالي احنا بنحب الناس قوي. تعالي اطلعي اتفضلي. هات يا سيد. دي تبقى المدام. وكل دول ولادك؟ ولادي سلامين وحته، دول يبقوا اعضاء الفرقه. اتفضلي. فرقه؟ اتفضلي نام. يلا. سلامين وحته يا معلمه. جرى يا استاذ سيد؟ هم ضيوفك بيخافوا مننا ولا ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا اصلي كنت مكسوفه يعني. يا نتاشتي مكسوفه مننا؟ من نوسه؟ نوسه الناس نوسه. اتفضلي يا حبيبتي تعالي سهرات يا بنات. احبك. حكيت الموضوع البيتي دي يا واد يا سالم. بنت غلبانه جايه من الريف بتدور على جدعه الميت. قريبها؟ بلديات والظاهر والله اعلم انه معشمه بالجواز. غريبه عن مصر ملهاش حته تبات فيها، جبتها. بس البنت حلوه وعضها ملفوف يا سيد. يعني ايه؟ بتضمها للفرقه بتاع معلمه؟ لا مالكش دعوه بالموضوع ده، بس البنت تخاف وتكت مننا. ماشي، سلامين وحته على افكارك يا معلمه. احب يا اخي اتنيل. اتنيل؟ سرحانة في ايه يا عوافي؟ العروسة كانت حلوة قوي في فستان الفرح. ما تفكريش كتير، يعني خدنا ام الجواز بلا نيلة. ربنا يخليلك لوستة سيد. بقول ايه يا عوافي؟ انت زي القمر وجسمك ملفوف، ما تيجي تشتغلي معايا، النقطة تنزل عليك ترفه، ومفيش شهرين والاقي الدهب من هنا لهنا وتكسري لك قرش. أنا يا لهوي لا لا لا، ده حسنين كان يموتني. مساء الخير يا شوش. حسنين حسنين
لا ده انت حالتك صعبه خالص. يلا يا حبيبتي بقى تعالي قولي لي حكايتك ايه. الله يا نزهه، ماني افتكرت حسنين. افتكرت حسنين؟ طب تعالي ورايا بتاعت حسنين. يلا يا بنتي من اكلها. سلمين وحياتك. يلا امر. أني هنام هنا. الضيوف تنام في أحسن مكان. ومين قال إن عوافي ضيفة يا سيد؟ دي صاحبة بيت. معلوم طبعًا. تاني عمري ما سهرت كده، أني كنت بنام أول الشمس ما تخلص. خلاص خلاص. إيه يا أخويا، إيه اللي بيضحك؟ كلامك زي العسل. والنبي ده أنتوا لناس صغيرين قوي، كتر خيرك. آه آمين. أوكي. آمين. ايه يا اختي مدري انت عامله لي انت وهي بقوله ما تتعادوا وتنقوا شويه. ده ايه يا اسطى مبسوطين وبنفرفش وبنفرفش؟ انت تفرفشوا من هنا وكل يوم تاني اعمل لك خناقه مع جيران من هنا. الا قولي لي يا بنتي، هي عرفت هتنام معانا؟ وانت مالك وما انا عرفت لكمش دعوه بيها، سيبوها تنام مكان ما هي عايزه. بنتي يا بنتي روحي هاتي لي قميص من بتوعك خليها عرفت تنام فيه. من عينيا. تتهدي وبطلي مياسه. خدي يا عرفت القميص لبسيه يا حبيبتي. ايه دي؟ يا لهوي ده مش اخلع قوي. بتقول مش اخلع. نبي كلامك زي العسل على راجل واد سايس. الهي ربنا يبسطكم كمان وكمان. يلا خدي القميص البسيه بلاش كلام، هو حد هيشوفك. يلا امال. والنبي ده انت تجنني وعودك بيرقص لوحده. لا يا اختي انا بنكسف. بتتكسفي؟ تكسفي من اي اختي فرفشه وفي حد غريب؟ دوري يا بنت. والنبي حلوه يا بنتي عوافي. والنبي زي القمر. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده كله؟ طب صدقي ان حسين بتاعك ده اتعمى في عينيه. بعد الشر عليه يا نوسه. بعد الشر عليه يا نوسه. طب روحي بقى دلوقتي استريحي ونامي لك شويه وبكره بقى نكمل حكايتنا. تصبحي على خير. وانتي من اهله. انت هتركبي ورا بقى عشان مفيش زبون يوقفني ويتغرس ويركب معانا. ماشي كلام. يلا. دي نفس هي اللي قالها الدكتور قبل كده. اللي هي كانت خاصه بجزء السد والهديه. حسنين اهو. انا واحد فيهم. اهو احنا دي. تعال تعال. دي حسنين. ايه مالك يا سي حسنين؟ انت نسيتني ولا ايه؟ لا 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 ابدا. انساكي ازاي يا عوافي؟ ازيك يا سي حسنين؟ انت وحشتني قوي. مين دي؟ لا ابدا، دي باباها
بيشتغل عند بابايا في العزب. وجاي عايزه ايه؟ اصل حسنين واني لا 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 ابدا، ده احنا كنا جايين نسلم على الاستاذ حسنين قبل ما نسافر، اصلنا مسافرين دلوقتي حالا. مسافر ده ايه اللي بتقوله ده دلوقتي يا سيد؟ يا استاذ سعيد اسكت دلوقتي وبعدين نتكلم. ما يلزمش اي خدمه من العزبه يا استاذ حسنين. سلم لي على بابا كتير قوي وقول له ان هبه بنت خالي بتسلم عليه قوي. يوصل سلامك. تسمح لي بكلمه على انفراد؟ بعد اذنك يا استاذ مسيح. بعد اذنكم اتفضل. هي ايه الحكايه وانت مين بالظبط؟ انا اللي انقذتك، محسوبك لوسط سيد الطبلاجي. البلطجي؟ الطبلاجي. الطبلاجي الطبلاجي. وايه الحكايه بالظبط؟ وانتوا عايزين ايه؟ مش لازم تفهم دلوقتي، اتفضل. ده العنوان بتاعي، مستنيك الليله الساعه 9 مساء. حاره العوالم نمره 5. بس ان فكرت وما جيتش احنا هنكون عندك هنا بكره، بس مش هنقذك المره دي، مش هنقذك، وافهمها انت بقى زي ما انت عايز. سلامين واحد. يلا بينا عوافي. عامله زي الزماره. سمعتها؟ انا عامله زي الزماره. زمرت ايه؟ لا انا ما سمعتهاش. مين دول؟ وكان بيقول لك ايه الراجل ده؟ انا قلت لك دول ناس بتشتغلوا عندنا وكانوا عايزين قرشين سنه فاتتهم له. انا مش داخله في دماغي الحكايه دي. البت كانت بتبص لك وهتاكلك بعينيها. بيتهيألك حبيبتي عشان انت بتحبيني شويه سياده كده وبتغيري عليا. اوعى تكون يا حسنين لعبت بديلك وانت في البلد. معقوله؟ وانا ليا ديل برضه يا هبه. وبعدين ايه الاشكال اللي هبص لها دي؟ طب صدقيني يا حبيبتي وحياه ماما مصدقاك من غير ما تحكي. ايه اللي مجنني يا نوسه انه استعر مني؟ ولا انا ابويا بيشتغل عنده؟ الله، انت مش قلتي لي فعلا ان ابوكي بيشتغل عنده؟ يبقى الراجل ما كذبش. زمان ابويا زمان كان بيشتغل عنده في فابور الطحين وبعد كده اجره مني. طب بس ايه دينش لما السيد يطلع هيبقى افهم منه على كل حاجه. خليك انت يا نوسه، ده تلاقي له استسالف انا اللي هفتحها. ايوه يا وش الخير انت، حلوه قوي. سلمين وحدك. ايوه انت اللي حليتها بتعمله ده، انت فاكر مفتاح البيت؟ ايه اللي فاتوا خطه ده كله؟ شاي على ده الاثنين، اعمل ايه طيب؟ افتح ازاي؟ يا ان شاء الله يخليك وتجيب لي الخير كله. ايه بقى فهمني ايه اللي انت عملته ده؟ وازاي اسافر من غير ما اشوف لي حل معاه بعد اللي شفته النهارده؟ ومين قالك انك هتسافر؟ يا خرابي انت اللي قلت. انت اصلك مش فاهم. طب ما تفهمنا يا اخويا يا فالح ايه اللي حصل؟ الراجل شافنا من هنا، بص العوافي لقيت وشه راح لون وجا لون. قلت لازم في ان. بصيت للبت اللي معاه فهمت الفوله. ومين دي بقى البت اللي معاه؟ بنت خاله. واكيد لو قال قدامها بقى انه هيتجوز عوافي يقوم يفضح نفسه. يقوم يستعر مني؟ ما هو لو قال الحقيقه هتروح تقول لابوها، وابوها هيروح يقول لعيلته في البلد. انت مش قلتي قبل كده ان هو بيخاف من ابوه؟ ما هو انا عملت كده ليه؟ عشان نجيبه هنا وناخده بالمسايس. هو ده عين العقل يا سيد، وهيجي غصب عنه هيجي. وهنفرح بيك يا عروسه. يا ريت يا نوسه. ده انا هعمل لك حته فرح ما حصلش في الحته كلها. احبك. مش وقته. حاضر. انت نسيتني ولا ايه؟ لا 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 ابدا. انساكي ازاي يا عواف؟ ازيك يا سي حسنين؟ انت وحشتني قوي. ده انت اللي وحشاني قوي يا عواف. حسنين؟ ايوه يا هبة. ايه مالك؟ سرحان في ايه؟ لا ابدا، انا بفكر في المشاكل اللي بيني وبين بابا وفي البلد وكده يعني. وعوافي مش كده؟ عوافي؟ وايه اللي جاب سيره عوافي دلوقتي؟ حسنين انت بتحبني؟ هبة ودي عايزه سؤال. وبتفكر في عوافي مش كده؟ ما تحاولش تنكر، انا سمعتك دلوقتي. يا هبه يا حبيبتي، انت حبيبتي وبنت خالي ومتربيين سوا، وعوافي دي كان ليا بيها علاقه زمان وانتهت خلاص. وجايه وراك ليه؟
تجدد الحب تاني؟ من فضلك يا حاج. نعم يا فندم. بيت المعلم سيد الطبلجي والمعلمه نوسه فين؟ في الشقه اللي فوق دي يا فندم. شكرا جزيلا. عفوا. راح افتح لي مثل على سيد الطبلجي. ايه رايك يا نوسه؟ حلوه؟ زي القمر. يعني هعجبه الا تعجبيه؟ لا حد يا اخوتي يسيب الحلاوه دي. وبصي حته بنت مفعوصه والنبي يا اختي دي عامله زي الزماره. عايزين نتكلم كلمتين كده وناخد وندي مع بعض. ومال ناخد وندي مع بعض؟ انا تحت امركم. لا العفو. انت عارف عوافي بتحبك وعايزين نفرح بيكوا بقى. انا تحت امركم بس ظروف اليومين دول ما تسمحش. يعني اسمع يا استاذ حسنين، اذا كان على الفلوس ما تقولش هم، انا رقبتي سداده. لا فلوس ايه؟ انتوا مش فاهمين قصدي. قصدك ايه بقى؟ البت لازم تتسيطر وبطنها ابتدت تبان وتكبر. بطنها عوافي حامل؟ ايوه حامل منك، ولا هتنكر؟ لا ابدا. وهنكر ليه؟ يبقى لازم نكتب الكتاب والنهارده. ما تتحيليش عليه يا نوسه. عوافي؟ ايوه عوافي. عوافي اللي ضحكت عليها ودلوقتي بتهرب. بتهرب يا حسنين يا ابن الاصول. يا رب ايه؟ وحياة النبي ما يخرج من هنا سليم. ايه ده يا سيد؟ مش كده؟ عيب عليك يا راجل يا متعلم، يهون عليك ترمي ضمارك وتتبرى منه. مالها عوافي؟ ست ولا كل الستات؟ امتى؟ قلت ايه؟ ابعت هات المأذون يا استاذ سيد. يا جماعة انتوا بتشمل مني، انا فعلا عايز اتجوز عوافي، بس الحكاية مش سهلة زي ما انتوا فاكرين. انتوا ما تعرفوش ابويا. نكتب الكتاب ومحدش هيجيب سيرة لحد ما تولد هنا عندي. يا ست اخلص امتحانات السنه دي وبعد كده تحت امركم. المولود اللي هيتولد لازم له شهاده ميلاد. لو لابوه مين؟ اسمع، انا هروح اجيب الشيخ ايوب المأذون وانت ما تقولش هم اي حاجه، رقبتنا سدانه. تعيش يا استاذ سعيد، بس انت برضه ما انتش فاهمني. ايه تاني؟ هتعمل زي الزيبه؟ ولا هعمل زي الزيبه ولا حاجه. كل الحكايه ان انا ما معيش البطاقه الشخصيه. بسيط، اروح معاك تجيبها ونيجي. يا جماعه انتوا مش مصدقين ليه؟ خلاص يا سيد، يوم الخميس الجاي الغي مواعيد كل الافراح اللي عندنا وتعمل فرح ست الستات عوافي. وانا موافق. على خيرة الله، روح اندهي العوافي تسلم على العريس. ده الهنا ده. وانت لازم تلغيها بكلمتين، كفايه كسرت في خاطرها. حاضر يا سيد، دي عوافي دي غاليه عليا قوي. بتعيطي؟ طب قومي قومي امسحي دموعك يلا عشان ابوسك واقول لك مبروك. صحيح يا نوسه،
اه طبعا صحيح وافق، ويوم الخميس هنعمل فرح وانا اللي هزفك. انا مش عارفه من غير كنت هعمل ايه، ربنا يخليكي بيا. كنت هتنسيني. يلا قومي عشان تسلمي على العريس، قومي يلا مساحي دماغك يا حبيبتي. يلا مالك وتبص لبعض زي الخرسي كده ليه؟ الله ما تقولوا حاجه. انا اتفقت مع الاستاذ سيد والست نوسة ان فرحنا يبقى الخميس الجاي. صحيح يا حسني، هنكتب الكتاب؟ طبعا يا عوافي، وهنتجوز وهبقى انا جوزك وانت عروستي، احلى عروسه في الدنيا كلها. كنت فين؟ كنت عند جماعة أصحاب. حارة العوالي؟ إيه ده؟ تتجسسي عليا؟ حسنين، أنت ورقك انكشف خلاص، ما تحاولش تنكر. أنت عايزة إيه؟ أنا عايزة أعرف منك إيه حكاية البنت دي بالظبط؟ ولا أقابلها أنا وأعرف منها كل حاجة؟ وهتقولي لها أنت مين؟ خطيبتك. بس أنا مش ممكن أخليك تقابليها. يبقى خطوبتنا لازم تنفك. تعالي هنا تكره ابويا يهد الدنيا. اسمح اقول لابوك ايه؟ انت مش هتقول حاجه، انا اللي هقول. انت اكيد جننتي. حسنين انا ما اقدرش اكون زوجه ليك وانت على علاقه بواحده تانية. يا ستي انا ما فيش اي علاقه بيني وبينها، دي واحده انا كنت اعرفها زمان ايام الطريش. امال رحت لها ليه؟ هبه ارجوك سيبيني، انا اعصابي تعبانه. انا عايز اعرف انت ليه دايما بتهرب من سؤالي؟ يا هبه صدقيني ارجوك، انا ما فيش اي حاجه بيني وبينها. تعبان يا هبه سيبيني ارجوكي، انا في نار ومش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. Thank you.
ربنا يتمم بخير يا استاذ سيد. الف مبروك يا استاذ سيد. الله يبارك فيكم جميعا، سلامين وحده جميعا. هنيه يا شيخ، دايما الافراح والشربات في بيتكم يا استاذ سيد. اين العريس؟ حالا جاي، زمانه طالع على السلم. اشرب يا شيخ ايوب، عقبال عندكم جميعا. شوفي مين يا لوزه؟ ده تلاقيه حسنين. ايه ده بنتي ده يا معلم؟ الاستاذ سيد عايزك يا خالتي. عايز ايه يا سيد؟ شايفني مدخومه؟ بقول لك ايه؟ المأذون وصل والعريس اتأخر. ومال يا اخي غايب حجته معاه؟ يمكن راح يشتري هديه لعروسته ولا حاجه. اجري انت بس اقعد مع المأذون احسن ما دام يقلق. اجري اجري، اجري بقى الخيبه. يا ابني انا وقت اتمد من كتر الشربات والعريس اتاخر وانا ورايا افراح تانية. معلش يا شيخ ايوب، زمانه جاي. جاي ايه ده؟ انت بالك اكتر من ساعه بتقول زمانه جاي. معلش يا شيخ ايوب، عذره معاه. يا ابني انت عارف النهارده الخميس ورايا افراح تانية. معلش استناني شويه يا شيخ ايوب. اسمع يا شيخ ايوب، على ما تشرب دول اكون جبت العريس بنفسي وجيت لك حالا. امر لله. يا سيد لسه ما جاش؟ لسه، والمأذون عاوز يمشي. وبعدين يا سيد يكون ضحك علينا. ده انا كنت اخرب بيته. طب العمل دلوقتي هنعمل ايه؟ انا الفرد ابتدى يلعب في عجلي. اسمع، انا هروح اجيب واجي. من ايه؟ من الفيلا بتاعت خاله. انت عارفها؟ ودي الحاجه تفوتني، يوم ما كان عندنا هنا نزلت وراه ورقبته وعرفت هو ساكن فين واسم خاله ايه. ينصر دينك يا سيد. هو هجيبه يجيب خبره. بالحق يا سيد. بالحق، بس الرجاله معايا، لو عصلك يبقى ما فيش غير ان انا هقول له سلامين وحد. عنتر، ابو دومه، زلط، سيد فوزي، تعالى افطار. اسمعوا، عايزكم معايا في مشوار مهم جدا. اركبوا عربيتكم معايا بسرعه. عايز ايه يا خيمه؟ استاذ حسنين شيخون هنا؟ مش موجود، سافر البلد. سافر امتى؟ النهارده الصبح. انت متاكد؟ وهكدب عليك ليه؟ اللي قول لي يا خيمه انت عايز ايه بالظبط. مالكش دعوه انت. بقى كده يا حسنين. يلا يا رجال اركبوا. الله يخرب بيتك يا حسنين. ديزل اسكندرية قطار 927 المكرر سياره. انت مش عارفه اودي كيف تفكيرك. خلي بالك بس انت من نفسك، خلي بالك من روحك. زي ما قلت لك روحي لابوك وتحكمي بنفسك الموضوع. اه وادي يا ستي اهو، ادي نمرة التليفون بتاعتنا عشان تطمنين عليك. وادي تذكرة القطر، بس خلي بالك دي درجة أولى. درجة أولى مرة واحدة؟ لاني عمري ما ركبتها. صح برضه ان انا اميت ايدي لاختي واخد منها فلوس. رجعي فلوس. طب يلا بقى، يلا عشان القطر هيمشي. بس اسمعي، مش هسيبك تمشي الا لما اشوف ابتسامتك وضحكتك الحلوه دي. سلامين وحده اضحكي بقى.
نعم، أي خدمة؟ أنا عايزة أقابل شيخهم ليه؟ أقول له عوافي. دقيقة واحدة، أديله خبر. نعم. مساء الخير يا بيه. انتي كوبايه عايزه ايه؟ ارجوك يا بيه تسمعني. انا مش طالبه غير العدل. هتقعدي قدامي يا بنت، قومي بنتي. انا اسفه سعاده البيه. كلامي بسرعه، عايزه ايه؟ حسنين يا بيه. قصدك سيدك حسنين. سيدي وتاج راسي، وأني خدمتك وخدمته يا بيه، بس يستر علي. باختصار عايزه ايه؟ يتجوزني كده اهو. هو الجواز عندكوا ايه؟ بيعه وشروه؟ يا سعاده البيه، ده عاهدني على الجواز. اني حامل منه. خدي دول، اعملي اي حاجه ونزل العيل، والا هتربيه بيهم. كفايه، حرام عليكم. انا ضربت بالجزم وسكت، ابنك خلى راسي ورزعتني في الوحل وبرضه سكت. قلت بكره يعقل ويتجوزني، اتاريه مش هو اللي هرب مني. انت يا بيه يا كبير، انت اللي ورا كل دي، اللي في بطني دي، هعمل فيها ايه؟ هروح بيه فين؟ ده انا هفضحكم، انا هفضحكم في البلد والجهه كلتي. لازم اهل البلد يعرفوا ان من الاصول اعتدى على بنت بلدهم. لازم اهل البلد كلها يعرفوا الحقيقه. لازم يعرفوا انكم ذبحتوني. ربنا ينتقم منكم. خلاص يا كلبه. تضربني يا سعاده البلد؟ بس حرك عزيز. عزيز ايوه بيه، ايوه بيه امك. خد البنت دي احبسوها في البترول، مش عايزها تخرج ابدا. حاضر يا بيه. مفهوم؟ حاضر يا بيه. عايزه تعملي فضيحه في البلد، لا في الزمن. اهمني بقى، اهمني بقى يا بيه. يلا بينا. خلاص يا سعاده البيه، حبسناه وقبلته عليها. ايوه، امال ايه يا سعاده البيه؟ مبارك. افندم سعاده البيه. طيب هات لي يا ابن تعال بسرعه. ابو عوافي؟ ايوه. ما ايه، ما سمعتش؟ حضر سعاده البيه فرده. انت بتتابع كده ليه؟ ايه يا بيه؟ راح هات لي كوبايه شاي. حاضر يا بيه، اقول لك يا سعاده البيه. عم عبد المتعال، عم عبد المتعال، في حاجة يا عتريس؟ اتفضل. البيع عاوزك ضروري. بخصوص ايه؟ افتكر بخصوص عوافي. عوافي بنتي يا مصيبتي، مالها؟ وهي فين؟ بنتك بخير. امال هي فين؟ عند سعادة البيه في القصر.
بتهبب احنا؟ انا جايه معاك. لا سعاده البيع عاوز عم عبد المتعال لوحده. خلاص خليك انت يا ام عوافي وانا هروح اشوف ايه الحكايه. ترى عملت ايه يا عوافي؟ وايه اللي وداها هناك؟ ما تهدي امال ماني رايح اهو. يلا بينا يلا. اعمل زي ما قلت لك يا بني ادم، مفهوم؟ اقعد يا عم تعال. العفو صحة البيت. اقعد يا راجل، انت تعبان. تعبان دري. انت بيت تعبان، تعبان قوي يا صحة البيت. عارف عشان كده بعت لك. عوافي فين يا صحة البيت؟ موجودة وبخير. امال هي فين؟ مش شايفها يعني؟ ما تقلقش كده، عوافي موجودة وبخير قلت لك. قبل ما اروح يا سعاده البيه ده ليه دم نشف ومعها هناك هتموت نفسها. انت عارف يا متعلم ان انا بعتبرك من رجالتي. طبعا يا سعاده البيه، وتقدر تعتمد عليا وان شاء الله ناجح في انتخابات العموديه الجايه. مفهوم، بركه فيك وفي معارفك. طمني بقى يا سعاده البيه، عوافي فين؟ عوافي فين يا بيه؟ عوافي فين يا بيه؟ عوافي فين؟ حال يا راجل. علي هو انت خليت في حال يا سعاده البيه؟ زي ما قلت لك البنت موجوده وبخير، بس الموضوع اهم من كده. البنت دي عايزه تعمل لنا فضيحه انا وانت في البلد، عشان كده انا حجزتها. حجزتها؟ وبعت لك البنت دي مش خارجه من هنا الا على بيت جوزها. متروحش معايا ليه يا سعاده البيت؟ البنت دي عايزه تعمل لك فضيحه، عايزه تحط راسك في الطين. افهم. هو في حامل. عارف عارف يا سعاده البيت، اعرف مين اللي عملها كنت اشرب من دمه. المهم احسن حل نجوزها. ابوس ايدك يا سعاده البيه، ابوس ايدك. بس مين اللي حلو تتجوزها؟ انا. مين؟ انا عندي الانسان اللي يقدر يساعدها. نو نعم سعادة البيه. بعت لي عزيز بسرعة. حاضر. عم تعال، احنا لازم نعمل لها فرح وزفة تليق بمقام ابوها في البلد. لازم كل البلد تعرف ان عوافي بنتك اتجوزت جوازها ما اتجوزتهاش اي بنت في الكفر كله. وعزيز قصدي العريس عارف انها. اوعى تجيب السيرة دي، هو ما يعرفش حاجة خالص خالص. طب ازاي بس يا سعادة البيه؟ ازاي؟ مش دعوة انت. ايوه يا سعادة البيه تحت امرك. سلم على حماك يا عزيز. مين يا بيه؟ حماية؟ حماية؟ استغفر الله يا سيدي، استغفر الله. عزيز. ايوه يا بيه. انت طلبت مني ايه؟ طلبت اتجوز عوافي يا بيه. بس سعادتك قلت لي بقى ناخد راي ابوها الاول. المهم عوافي هي اللي توافق. ومن امتى عندنا بنات بناخد رايهم في المسائل دي؟ المهم ان انت توافق. يا عمي يا عمي انت اللي توافق يا عمي. انا مش هخليها تحتاج اي حاجه. انا هعيشها احسن عيشه. انا هخليها سعيده خالص. اي والله العظيم هخليها اسعد انسان. عم تعال قول للراجل مبروك. مبروك. الله يبارك. سمين ايه؟ يلا يا فتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.
أنا استهاني. عمي موجود؟ أيوة يا فندم. أهلا أهلا، ما شاء الله، إيه المفاجأة الجميلة دي؟ أهو كده. صباح الخير يا عمي. صباح النور يا بنتي. إيه أنت جاية لوحدك؟ أيوة أنا جاية لك في موضوع خاص. أهلا يا بنتي، أهلا بيكي، اتفضلي. إزاي بابا حزنين؟ هما ما يعرفوش إني جاية. خير يا بنتي؟ عمي أنا ليا خاطر عندك. يا سلام، ده أنت تأمري. لازم الولد حسنين زعلك بحاجة، قولي لي بس وأنا أملص لك ودانك. لا دي حاجة خاصة بيا أنا. أنا نفسي نأجل كتب الكتاب. ليه يا بنتي؟ أنا وأبوكي نفسنا نفرح بيكوا. أنت عارف يا عمي إن أنا مشغولة بالبكالوريوس، وموضوع كتب الكتاب ده هيعطلني. يا ستي، ولا هيعطلك ولا حاجة. وبعدين من هنا لغاية ما نكتب كتب الكتاب هتكوني غيرت رأيك. عوافي بنتي، عوافي عوافي بنتي يا بيبي. ايه ايه؟ ما تخافيش يا بنت، ده انا جايب لك لقمه عشان تصطبي بيها حالي. ابعد عني، انا مش عايزه منك لقمه، ابعد عني. ايه ده يا عمي؟ لا يا بنتي ما تشغليش بالك، دي بنت مجنونه من الشغالين بتوعنا، اعصابها تعبانه شويه. عزيزي طلع افندم. سعاده البيت انتوا فين؟ ما تشوف البنت عوافي اللي تحت دي. ده يا عزيزي بسرعه. حاضر سعاده البيت. كنا بنقول ايه يا بنتي؟ يا ريت يا عمي نأجل كتب الكتاب ارجوك. ايوه بس مش ناخد الراي والدك الاول. اطلعي انت استريحي يا بنتي من تعب السفر وكلي لك لوم. يلا يا بنتي يلا. انا سعاده البيت نعمل ايه؟ عزيز انا عايزك تعرف تحت امرك يا سعاده البيه. تفضلوا شربات كتب الكتاب. شكرا. جينا متأخرين. احنا ما كانش لازم نيجي خالص. اتجوزها. كنت عايزين اعمل ايه؟ اعمل فضيحه في البلد وابويا داخل على انتخابات العموديه؟ الجوازه دي غلط. الغلط ان احنا جينا هنا الليله. سيد سيب راجل غريب من الشغالين عندكم يربي ابنك وتحمله غلطه. ارجوكي يا هبه ما تزوديش همومي، كفايه اللي انا فيه. مش عارف اعمل ايه. انا لسه مقابل عزيز ده. هتقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له على الحقيقه كلها. مبروك عليك وعلي. خدي لك بوق هينعنشك. بلاش. توعديني. غابي هتروحي مني فين يعني؟ ما خلاص دخلتي القفص. على فكره القفص ده اسمه قفص عزيز، مفيش خروج منه ابدا. بكره هتاخد على ايه؟ ايه جاي يلعب ايه؟ تعالي هنا خد. الله، هو الدلعان ابوكي ما علمكيش ولا ايه؟ ولا الست امك يعني ما شفتهاش وهي بتخلع المداس من رجلين ابوكي؟ ده دي نسيت. هو صحيح ابوكي كان هيلبس جزمه ليه؟ انت مش عارفه اصلك يا بت. ده اللي لميتك يا بت. طول مني حاجه ابدا. انا جوزك يا بت. على الورق وبس. تنقتل. اتفضل ايه لو تقدر. ايه هاتي بنتي تاني حقوقي يا عيني. يبقى عزيزي هاتي يا بنتي تعالي تاني. يبقى تاني ريح تعالي. اسكت. هاتي بقى السوين. هاتي هنا يا بنتي.
افتحي لنا يخرب بيتك. بس يا بنت، يا بنت، بس 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 يا بنت. تويها واخلص منها قبل ما حد يشوفها وحبل المشنقه يتلف حوالين رقبتك. تباهى ازاي والناس دي كلها بره؟ هنا في البيت. افحت قبرها في نفس المكان. يلا قوم ما تضيعش وقت. انت اللي خليتيني اعمل كده زي اختك زوبه بالظبط. قتلت حب بإيديا نور. هي رغرة صرخت، حبيت اسكتها، كتمت نفسي علشان تسكت، ما سكتتش، ماتت. انا اللي بموتها بإيديا نور زي ما خلقتك بالظبط. انا استاهل، أنا أستاهل الشن، أستاهل الشن، أستاهل الشن. ارحميني واسيبيني من اللي انا فيه. ما لو كنت اعرف عايشه ولا ميته كانت تبرد ناري. حد عارف حاجه؟ حد عارف حاجه؟ ناس شافوها خارجه ساعه الحريق، وفي ناس بتقول انها اتفحمت ومش باين لها اثر. نجحت يا بابا، نجحت وجبت جيد. ايوه الحمد لله. لا ابنك بقى دكتور كبير قوي. حسنين يا ابني، انا عايزك تيجي بسرعه، لازم افرح بيك. كاتب كتابك لازم يتم، انا خدت موافقه خالك. خلاص تعال يا ابني بسرعه بسرعه. حسنين، مع السلامه. فرج ابراهيم، فرج افندم. سعاده البيه فرقوا شربات، اتباعوا الدبايح، البلد كلها لازم تفرح بنجاح ابني حسنين، الدكتور حسنين. Thank you.
الف شكر يا رجاله. الله يسلمك. الف الله يبارك فيكم وعقبال اولادكم. ابنك بقى دكتور كبير قوي. الف مبروك يا ابني، الف مبروك. مبروك عليك انت كمان يا بابا. الف مبروك يا دكتور حسن. الله يبارك فيك يا عم فارس. بقتنك دكتور يا شيخون به. انا لازم احرق قلبك زي ما حرقت قلبي. المهجوره دي يا بنتي. انت مين وعايز ايه؟ مش فاكراني يا عوافي. انا عمك بيومي. تعالي تعالي. انت عايز العروسه؟ خد خد ايه، ما تخافش. اصلني انا عندي واحده تانية غيرها مخبيها جوه تحت التراب. ما تخافيش مني. انا الحمد لله خلاص تبت تبت توبه نصوحه. تعالي تعالي ما تخافيش. ارجعي لبيتك يا حوافي. امك وابوك بيدوروا عليك من زمان. امي وابوي فين؟ هتعمل ايه؟ ايه الاقيها؟ لازم الاقيها واعرف مين هو. وتودي نفسك في داهيه. لازم اغسل عاري. اوعي ابعدي. يا لهوي. سامحك يا بنتي، سامحك. تقول ايه اللي عملته ده؟ سامحك. هات البوليس بلغوا وقبضوا عليه.